تحيه وتقدير واحترام من محافظه السويس على وش البحر الاحمر الى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشغلك يا فندم والله العظيم وبذل جهدك والساده الوزراء ورئيس الوزراء مشكورين ملموس على ارض الواقع. انا سمعت قرارات الرئيس الاخيره بزياده معاشات الناس اللي معاشها اقل من 3000 جنيه ودعمهم، وده احساس كويس بيحسسنا بان برضو الرئيس عايش معانا في مشاكلنا، وده حاجه جميله. احنا عايزين اكتر من كده، احنا يكفينا الامان اللي احنا عايشين فيه. انا بحيي قرارات سياده الرئيس الاخيره اللي حاسس بيها بالناس. الحاله الاقتصاديه طبعا كلنا بنمر بيها على مستوى العالم وعارفين وحاسين اللي بيحصل. سياده الرئيس خد قرار بموضوع تكافل وكرامه، ده حاجه مهمه جدا جدا مراعاه للظرف الاقتصادي اللي بيمر بيه مصر واللي بيمر بيه العالم في الوقت الحالي. برضو لازم يعني نشكر جهود الدوله في التنميه الاجتماعيه وحياه كريمه وعدد والاهتمام بشكل مباشر لمحدود الدخل. بالنسبه للقرارات اللي اصدرها سياده الرئيس في خصوص رعايه محدود الدخل، وطبعا دي لفته كويسه جدا من الدوله في دور الدوله الاجتماعي في مراعاه المواطنين اللي دخلهم محدود، فطبعا دي حاجة تشكر عليها الدولة خاصة في ظل أزمة اقتصادية عنيفة بعد الخروج من أزمة كورونا بتعصف بالعالم كله، وإحنا كجزء من العالم طبعا بنتأثر بيها، لكن الدولة لم تهمل أو لم تتناسى دورها المجتمعي في رعاية كبيرة جدا سواء صحية أو مادية لكل الفئات، وزيادة في كل المرتبات بتعادل الزيادة اللي بتحصل على المستوى العالمي. قرارات صحيحة ومية مية بالنسبة للفقير، يعني اكتر من كده ما اقدرش. يعني الانسان بكتير قوي بالنسبه لي انا برضو بتساعدني، لان انا على المعاش والراتب بتاعي ودوت وحاجات كتير ساعدتني اكتر. يعني الحاجات ديت كلها القرارات اللي قالها امبارح وربنا يخليهولنا ان هي ساعدتني كتير قوي. قرارات صراحه ممتازه جدا وربنا يخليلنا الرئيس يا رب. ان التكافل وكرامه ديت حاجه جميله جدا، في ناس كتيره قوي ما عندهاش دخل 300 جنيه و400 جنيه، لكن التكافل وكرامه دي بيساعد الناس، والحاجات اللي بيبيعها والكراتين والحاجات اللي بيوزعها لنا دي فايده لينا احنا. هو كده هيساعد ناس كتير وهيقف مع ناس كتير، ربنا يبارك له يا رب ويحرسه من كل سوء يا رب. حق جه النبي، وانا بحبك بحبك قوي 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 يا ريس، وربنا يحافظ عليك وينجيك يا رب ويحبب فيك جميع خلقه يا رب العالمين يا رب. قرارات امبارح شايفها قرارات كويسه جدا، وخاصه للطبقات اللي هي الفقيره دي، طبعا في ظل الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي طبعا تبقى مهمه جدا جدا وهتساعد الناس دي بصراحه جدا. فانا شايف بصراحه يعني حاجه خير. بالنسبه للقرارات اللي نزلت امبارح احنا نشكر سياده الرئيس، يعني مشكورا جنب الواجب معانا وخلانا يعني بيحاول قدر المستطاع ان هو يشيل عن كاهل المواطن، فاحنا نشكره على انجازاته.